بكم من جديد على قناة استثمار عرب، شكرا ل 6973 مشترك. النهاردة معانا ايردروبين، او الايردروب ليه عملة استرو. ده بيديك في الايردروب ده 5 دولار، وعلى كل احالة 1 دولار. طريقة التسجيل فيه سهلة، انت اول حاجة بتنضم للقناة الاولى بتاعتهم على التليجرام، القناة التانية بتاعتهم على التليجرام، بتاخد 2 استرو. هنا بعد كده بتنضم للتويتر، بعد كده بتنضم للقناة بتاعت التويتر التانية، وبعد كده بتعمل لهم ريتويت. الريتويت بيبقى بالشكل ده كده، بتعمل لهم ريتويت، بتعلق لهم هنا، تمام. وبعد كده بتضغط على كده ريتويت، بتكتب له مثلا الكلمة دي زي ما انا كاتب هنا جود بروجكت، وخلاص كده انت كده عملت المهمة دي. نرجع تاني للفورم. بعد كده هنا بتنضم للفيسبوك، بتعمل لهم متابعة على الفيسبوك، وممكن تعمل لهم مشاركة في المنشور بتاعهم. بعد كده هنا بتعمل فولو على الانستجرام، بتاخد على كل مرحلة من دول 0.5. يعني كل الحاجات دي بتعملها ب5 سترو، على كل حالة بتاخد 1 دولار، تمام. هنا بتعمل بتدخلهم هنا الايميل بتاعك، وهنا اليوزر تليجرام. اللي ما يعرفش برضو يدخل اليوزر تليجرام، هنروح على التليجرام كده، وهننسخ، هنضغط على الـ3 شرط من هنا، وبعد كده نضغط سيتنج. بعد كده بتاخد اليوزر تليجرام بتاعك، بعد كده التويتر، بتاخد التويتر بتاعك من هنا، تضغط على البروفايل بتاعك، بتاخد اليوزر نيم بتاعك من هنا، بتنسخه، وبعد كده بتحطه في الفورم هنا. بعد كده هنا طالب منك اليوزر فيسبوك، ده اوبشنالي، يعني حاجات ممكن ما تعملهاش بس احنا هنعملها. بتاخد الفيسبوك بتاعك من هنا، بتاخد الرابط بتاعك من فوق من هنا، وبترسله له. بعد كده هنا بتضغط على الانستغرام، بتحط له بس قبل اما بتحط اسمك، بتحط له الحرف ده اللي هو اتياهو. بعد كده بتكتب اسمك اللي هو بتاخده من هنا، بتروح على البروفايل، وبعد كده بتروح على السيتنج، نضغط على الايديت بروفايل. بعد كده بتاخد اليوزر نيم بتاعك من هنا، بتحط له بس قبل الاسم اتياهو. بعد كده بتحط له محفظة الماي ايثر والت. واللي ما يعرفش محفظة ماي ايثر والت هسيبها لك اسفل الفيديو. بعد كده بتضغط على العلامتين دول، وبعد كده اي ام نوت روبوت. بعد كده بتوصل لك العملة على محفظة الماي ايثر والت. ده اول اير دروب. تاني اير دروب ده انا مش واثق فيه قوي، بس احنا هنشتغل عليه برضو. الاير دروب ده اول ما بيفتح ستارت هنا، اول مرحلة دي الريفرال بتاعك. التلاتة دول اول حاجة بتنضم للقناة بتاعتهم على التليجرام، بيديك 1 توكن. اول ما بتضغط على دي وبتنضم للقناة الاولى، بتحط له اليوزر نيم بتاعك على التليجرام، اللي هو اليوزر نيم بتاعك بناخده من هنا سيتنج، وبعد كده بتحطه له تحت. بعد كده هنا التويتر، بتعمل له فولو على تويتر، وبرضك بتحط له اليوزر بتاعك بتاع التويتر زي من هنا كده، بتاخده وبعد كده بتحطه له تحت. بعد كده محفظة الماي ايثر والت بتحطها له في زي كده كده، بيديك 2 توكن. وبعد كده بتقدر تروج للرابط بتاعك، بتاخد الرابط بتاعك من هنا وبتروج له. هو بيديك 2 توكن بحوالي 130 دولار، وعلى كل احالة 65 دولار. عايز تفسر اي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استاذ مرعي عرب، شكرا ليكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.